في الاشعه والحاجات دي الموضوع تضخم قوي قوي قوي، خد منحنى تاني و اتقال حاجات، وكنا لسه ما رحناش للدكتور ولا للجراح، بس كنا خلاص دخلنا في دايلمة الوهم انا وجوزي، وما بقيناش عارفين نعمل ايه. وارتبكت جدا لدرجه اني ابتديت اعمل مسح ذري، يعني دخلت في حتت تانية. انت لاحظتي تضخم في مثلا في دايما الغده الدرقيه بيقول يعني بيحصل فيها تضخم وبالتالي الناس تروح تكشف، انت لا انت جالك اعراض تانية خالص، ضيق في التنفس، وانه صوتي لما كان بيجي لي اي دور برد وصوتي بيتشرخ او يتبح ما كانش بيرجع، يعني بيقعد 4 شهور عشان يرجع وانا مش عارفه ليه. وهي الحقيقه رقبتي كانت تخنت قوي، بس ما فيش حاجه طالعه فيها، يعني بس تحسي انها بقت عريضه جدا، وانا رقبتي مش عريضه، هي طبعا فضيت دلوقتي لانه اتشال منها نص كيلو، اولموست نص كيلو 450 جرام. بس كان كل او كذا حد يقعد معايا يقول لي انت عندك غده درقيه، فاقول له لا وبعمل الوظائف بتاعتها كويسه، فيقولوا لي لا شكلها مش كويس، مش عارفه شكلها مش كويس اعمل ايه اذا كان التحليل بيقول انها كويسه. فروحت عملت سونار، فالناس اللي عملوا لي السونار دخلوني في منطقه مظلم، نفق مظلم، ثم وهم. يعني انتوا كتلقفتوا الخبر كاسره انت وزوجك، قالوا لك انت عندك ورم ومش عارفين هو منتشر لحد فين؟ ولو حصل ايه، عارفه اللي هو التبعيات، لو يعني لو انتشر في جسمك كله هنبقى لا الموضوع خد ابعاد كبيره خالص، واحنا لسه ما رحناش لدكتور. طب والخبر ده كان وقعه ايه عليكي وعلى جوزك ابو بنتك؟ عليا انا ما بقتش شايفه حاجه في الدنيا غير اماليا، انا مش شايفه حاجه، مش شايفه، يعني العالم كله تلخص فيها، لا بقى في ليل ولا نهار ولا يعني فيش حاجه انا مش شايفه غيرها، ومرتبكه جدا. وبعدين امير حبيبي عمل نفس المشهد بتاعي مع هند صبري في حلاوه الدنيا، هو فجاه سابني، طلع الاول سابني من الاوضه بتاعه الكشف، وطلع بره يكلم بسرعه كل الدكاتره في عائلتنا الحقوني اعمل ايه، ويبعت لهم صور السونار. وبعد كده دخل لي، وهو انا ببقى شيء ببقى عارفه وشه، لونه ازرق مزرق، وكاتب هتبقي كويسه هتبقي كويسه هتبقي كويسه. قلت له خلاص يا امير بليز، خلاص حبيبي ادائك ده لحد لوحده ممكن اطب سكته فيها، خلاص فهمت ان انا مش كويسه. نزلنا العربيه، اول ما نزلنا العربيه نفس اللي انا عملته مع هند صبري، عياط بصوت عالي. قلت له هو انا كده خلاص بموت؟ يعني ده كانت بقت رسمي، هم قالوا لك حاجه طيب؟ يعني خدوك على جنب قالوا لك اي حاجه حبيبتي؟ فقعد يقول لي لا هتبقي كويسه، والله هتبقي كويسه، هتربي البنت، عارفه اللي هو دخلنا الاكستريم واحنا لسه ما رحناش لدكتور. ايوه بس ما هو ده منطقي، انت وهو يعني شايفين العالم بتاعكم اللي هو اماليا. بس الحمد لله طبعا ربنا يشفي كل مريض، بس هي كانت تجربه وحشه قوي. تجربه المسح الذري ويقولوا لي ما تروحيش ما تناميش جنبها النهارده ولازم تقعدي، مش عارفه عشان بيحقنوني باشعاع باين او حاجه كده. لا كانت كل التجربه بالنسبه لي كانت تجربه، يعني كنت طول الوقت بحمد ربنا، يعني مش قانطه ابدا ابدا، شاكره طول الوقت، بس متمنيه ان انا اعيش بس عشان ابقى معاها بس. صحيح ان انت قبل ما تدخلي العمليات يعني تقريبا قلتي وصيتك ل ايوه هو انا كاتبه وصيتي من وانا صغننه، يعني اسوه بالنبي صلى الله عليه وسلم ان انا كاتبه وصيتي من وانا صغيره خالص، بس بجددها كل فتره عشان بيحصل طارئ جديد، ان انا اتجوزت فحساباتي اختلفت، ان انا خلفت فحساباتي اختلفت. لا معلش، هو الواحد لما يكتب وصيته يعني وانت طفله كانت وصيتك؟ لا مش إيه؟ طفله بس يعني من بعد ال 25 سنه بكتب وصيتي، يعني ما اعتقدش انه ده حاجه معتاده يعني برضو لا حنان ما تاخذنيش يعني
انا مش هسالك وصيتك دلوقتي ايه، لانه اكيد بتمس اشخاص كتيره جدا انت مش في حل انك تتكلمي فيها، انما لا انا عايزه اعرف وانت عندك 25 سنه كانت وصيتك ايه. اقول لك اول وصيه كتبتها انه جزء من، طبعا انا فلوسي كانت مش عايزه اقول الرقم وقتها، كان يعني متهيألي جاب الألف جنيه كنت متخيله انه يا ما هنا يا ما هناك عشان محوشاه يعني فتقريبا انه الحاجه اللي مربياني تاخد جزء، وانه صاحبات المدرسه تقسم عليهم 100 100، لا حاجه تضحك طبعا بس يعني كانت هي دي امنيتي. طب كانت وصيه سريه ولا يعني قافل عليها ولا لا في البيت عارفين وصيه حنان؟ لا عارفين عارفين عارفين. ماما هتتجنن طبعا من الافكار اللي انا هعملها بصراحه. عندها حق. لا لا مش سوداويه على فكره، انا طول الوقت بحلم لبكره، بس طول الوقت كمان شايفه انه في رحلتين، في رحله بنبنيها في الدنيا وفي رحله تانية في الاخره، بس انا يعني بحاول ابص يعني ابروز الاثنين قدامي علشان ما فيش حاجه فيهم تسرقني عن الثانيه. مستمتعه جدا بالدنيا وعندي احلام خطيره متمسكه بيها، بس شايفه الرحله الثانيه وحباها برضه. اتخيل من غير ما تقولي ان وصيتك قبل ما تدخل عمليات معظمها بيتمحور حوالين اماليا، حقوقها. مش معظمها، كلها. مش معظم. كلها. مش معظم. ربنا ما يحرمكم من بعض ابدا رب. انا اماليا اماليا انا طول الوقت يعني ربنا يعني لدرجه ان انا لما طلعت من العمليات امير هو اللي بات معايا يوميها، وصمم انه يجيب اماليا تبات معايا. على فكره انا عملتها في نفس العمليه اللي ولدت فيها اماليا، نفس المستشفى. في نفس سوري انا اسفه في نفس المستشفى. وحتى ماما كانت متفائله بتقول لي يعني ان دي المستشفى اللي استقبلنا فيها ميلاد اماليا، فنستقبل فيها ميلادك تاني. الله على الفكره الحلوه لزهير المرشدي العظيم. كل التحيه للفنانه الكبيره. وبرضه متخيله يعني جزاها وفزاها عليك الحقيقه. الحمد لله. بس هي كانت مطمئنه، ودي مش عاده ماما يعني. ماما قلقه جدا قوي في اي حاجه خاصه بي، يعني لو طلع لي فسفوسه صغننه بتكبرها قوي. هي كانت رابطه الجأش كان ربنا قذف في قلبها هي الطمأنينه مش في قلبي انا. يعني امير كان منهار، ماما كانت متماسكه تقول لي هتعدي. وبعدين ماما كمان ما انتي عمليات، يعني هي عندها الغده من وهي عندها 30 سنه تقريبا، وكان جالها يا حبيبتي جحوظ في عينيها او حاجه كده، كان عندها خلل في وظائفها. الغده لها واحده من اعراضها. تقريبا. وقالوا لها زمان خالص الحل عمليه، الى الان ما عملتهاش. يعني هي ضد العمليات قولا واحدا. في العمليه بتاعتي انت قلت لي دي كانت اول عمليه بتخدير كلي انت تخضعي ليها. لا انا رحت للدكتور قلت له، عشان انا يوم ما خلفت بنتي خدت نصفي بنج نصفي، يعني كنت قيصري ايبيديورال يعني كانت قيصريه. فرحت قلت له ما ينفعش حضرتك تبنجني هنا بنج نصفي. طب ده الجزء الفؤادي اخدر ايه حضرتك؟ انت كنت خايفه تغيبي عن الوعي. انا بحب دايما ابقى ان كنترول، ما بعرفش ابقى مش عارفه ايه اللي بيحصل حواليا. ده يجنني يجنني، لان انا حياتي كلها بنظمها، يعني بنظم حياه الاخرين. فان انا ابقى مش موجوده وحد كده، طبعا اكيد ده الدكتور وده شيء عظيم، وكل الطاقم اللي معايا شيء محترم و مؤمنين قوي بحياه الانسان وكل حاجه، بس هي المشكله مش فيهم، هي المشكله فيا انا. فاهمه ان انت رتبتي افكارك، قلتي وصيه، صليتي ركعتين لله قبل العمليه. انا عارفه ده. انما قلتي ايه لاماليا؟ ولا ما قررتي انها ما تحسش ان في اي حاجه خارج النطاق؟ ولا وبعدين هي يوميا لازم بتصحيني الصبح الساعه 7 7 ونص، وانا كنت حامله هم قوي يوميها، لان انا لما باجي اخرج من البيت بيحصل يعني لازم يخبوني ويخبوها علشان اعرف اخرج من غير ماما، والفراق بتاع. فاحنا بقى نازلين كل الناس القائمين على البيت، يعني انا وامير وماما. فطب مين اللي هيقعد، يعني مين اللي هيمتص ده؟
هي كانت قاعده مع بنت خاله ماما والحاجه اللي مربياني يعني قاعده مع ناس ثانيه بس مش الناس المهمه في حياتها قوي. فسبحان الله يوميها هو اليوم الوحيد اللي فضلت نايمه لحد الساعه 9، حتى بكلمهم في التليفون لان احنا كنت لازم نعمل عمليه الصبح بدري وابقى صايمه وكده، فقالوا لي لا ما صحيتش بجد ازاي ما حصلتش انها تقعد لحد الساعه 9 الصبح دي ما تصحاش. فربنا عافاني من اللحظه دي، يعني اعتقد اني ما كنتش هبقى قدها برضه. اول حاجه كنت بتقولي لما اقوم بالسلامه لازم اشوف بنتي، ولا الجرح هيبقى شكله ايه هو اثاره لسه موجوده؟ شكله ايه؟ ولا فكرت في شكل يبقوا ياخدوا اللي ياخدوه يا روح ما بعدك روح، ما بفكرتش في اي حاجه، يعني حتى انا ما بعملش عمليات ولا الحاجات اللي النساء بيعملوها دي، فكل اللي بعد بيهزروا معايا يقولوا لي طب ما دام في جرح بجرح مش كانوا يشدوا الرقبه؟ قلت لهم يشدوا ايه بقى؟ يشدوا حيلي الاول بس. بفكر في ايه ولا في ايه؟ فلا انا كل اللي كان هاممني الحقيقه اماليا، وانه ربنا يبقى راضي عني، وانه ان انا مش طالبه الحياه قنوطا او يعني عدم رغبه في الموت او هروبا من الموت. انا بشوف ان الموت شيء عظيم، ان الواحد هيروح يقابل رب العالمين وفي ضيافه الكريم، يعني عندي فلسفه تانية. بس هي حبا في الحياه عشانها، انا متمسكه عشان انا عايزه اعيش معاه، انا عايزه اشوف تفاصيلها، عايزه اشوفها بتكبر، نفسي بتمنى ده. ربنا يديكي ويديها وصال ده يعني لاخر مدى وما يحرمكوش من وكل بعض الناس. يا رب يحفظ كل الناس. عارفه زمان كانوا يقولوا يا حنان، الواحد كان يسمع الكلمه كده يقول ايه الكلمه الغريبه دي، اولا بيحس انها بلدي، وبعدين ايه يعني ايه اللي جاب الكلام ده، اللي يقول لك ايه ربنا يحميك ومحدش يربيها غيرك. فالواحد ساعات بيحس انها جمله دخيله، كل ما الواحد بيكبر ولما بيخلف بيحس انه ده هي دي الدعوه اللي الواحد عايز يسمعها، يا رب ما يربيها غيرك وغير باباها. يا رب يا رب يا رب.